بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده فيديو كده سريع جدا مش هيكمل الثلاث دقايق، بس طلب مني كتير قوي ولازم اعمله معاكم. طبعا في لما عملت الروتين بتاع اول يوم العيد او تاني يوم العيد مش فاكره قوي، كنت عامله رقاق تمام كده، وقلت لكم ان انا عامله رقاق في الطاسه، فكذا كومنت جالي: يا هبه انت بتعملي الرقاق ازاي في الطاسه؟ يا هبه انت بتعملي. النهارده هقول لك انا بعمل الرقاق ازاي في الطاسه. الرقاق زي ما بتعمليه في الصينيه بالظبط اعمليه في الطاسه. بتبلي الرقاقه شوربه، وبعد كده بتحطي الرقاق في الصينيه وبتحطيه في الفرن تمام كده، وبتحطي ما بين الطبقه دي والطبقه دي بتحطي اللحمه المفرومه. طبعا انا دلوقتي بعمله في الطاسه على النار من فوق وما بدخلهوش الفرن، بيسهل عليا الامور وبيبقى حلو جدا وطعمه حلو. طب بالنسبه للرقاق بتحطي فوق قد ايه وتحت قد ايه؟ انا بحط فوق 3 وتحت 3. اهي دي كده الرقاق، تعالي معايا بقى كده نشوفها، نرفعها ونشوفها. انا حطها على النار اهو، بصي دلوقتي كده اهي الرقاق من تحت، اول ما بحس اللي هي اتحمرت معايا ببدا اللي انا اقلبها. طب هتقلبيها ازاي؟ بقلبها بالطبق عادي جدا، واليد بتاعه الطاسه بتبقى اسفه، اليد بتاعه الطاسه بيبقى ليها يد فبتحكم فيها اكتر من الصينيه بكثير قوي، وبتستوي وبيبقى طعمها حلو جدا. ده كده الطبق اهو، هبدا اللي انا احطه هنا بالشكل دوت كده، وهبدا اللي انا اقلب. بصي دلوقتي بعد ما قلبتها بالشكل دوت كده اهي في الطبق زي ما هي، والطاسه معايا نظيفه وما فيهاش اي حاجه، هبدا بس ادهن دهنه بسيطه جدا للطاسه، يعني انا بحس ان الرقاق بتاع الطاسه دوت اسهل بكتير قوي من الرقاق اللي هو بتاع الفرن، واحلى كمان من الصينيه. كتير مننا ما بيعرفش اللي هو يتحكم في الصينيه ويقلبها، لكن ديت بتبقى سهله عليكي، وكمان وانت واقفه بتقعدي تمسكي اليد بتاعتها كده وتهزيها بتستوي معاكي اسرع، وكمان بيبقى طعمها احلى. بصي هبدا بقى اللي انا انزلها كده، الشكل ده كده خلاص نزلت معايا، هعدلها بس بعد كده نحطها على بحطها على النار اهي بالشكل دوت كده على نار هاديه تماما، وكل شويه ببدا اللي انا احركها كده بالشكل دوت كده، وبتستوي معايا وبتبقى طريه جدا وطعمها حكايه. مش قادره اقول لك طعمها حلو قد ايه، احلى بكتير خالص عن الرقاق اللي بتعمل في الفرن، وسهل جدا وسريعه جدا ما بتاخدش منك، يعني هقول لك ايه والله العظيم 3 دقايق وبتكون خلصت خالص. بصي دلوقتي بقى بعد ما خلاص خلصتها بالشكل دوت كده هبدا ان انا اغرفها. دي كده خلصت معايا، هبدا ان انا اجيب بس الطبق اللي انا هقدم فيه، بصي بالشكل دوت كده، وهبدا ان انا احط ايديا كده وهقلبها بس كده. خلصت معايا بالشكل دوت كده، سهله قوي بسيطه جدا. دي قطعه لحمه وقعت مني وانا بقلبها اهي بس كده، وعايزه اقول لك بقى اللي هي فعلا طعمها حكايه، وكمان طريه جدا من جوه مش ناشفه ولا اي حاجه، وما بتاخدش وقت خالص معاكي، سخنه جدا. انا بقى بقطعها اربعه، مش بقطعها مربعات، بقطعها اربع تربع. من جوه طريه جدا بس كده. بعد ما قطعتها بالشكل دوت كده نبدا بقى نطلعها مع بعض. بصي بصي من جوه مستويه جدا، وعايزه اقول لك اللي هي طريه جدا من جوه وطعمها حكايه. جربيها بنفس الطريقه دي بجد مش هتعملي غيرها، ومش هتدخليها الفرن تاني خالص. الطريقه دي سهله قوي وسريعه جدا وبسيطه كده وبتنجز معاكي، يعني لو محتاره تعملي اكل ايه ومثلا جالك ضيوف على فجاه وانت عندك لحمه مفرومه في الثلاجه تقدري ان انت تعمليها. للناس اللي هتقعد تقولي يا هبه فين الطريقه من البدايه، يا جماعه كلنا عارفين ان الرقاق بيتسقي بالشوربه، سهل قوي بسيط جدا. الشوربه تبقى سخنه، وبعد كده بتقعدي تمسكي ورقه الرقاق واحده واحده وتقعدي تسقيها بالشوربه، وتكون الشوربه متملحه كويس،
وبعد كده بترصيهم. انا برص ثلاثة من تحت، وبعد كده بحط طبقة اللحمة المفرومة، واللحمة المفرومة عملتها معاكم كتير قوي، وبعد كده بحط ثلاثة من فوق تاني وبس كده. لو عندك حاجة متكسرة تقدري تشيلي الاتنين اللي هما في النص وتحطي بدلهم متكسر، مش هيحصل اي حاجة. دي انا عاملاها من جوه متكسرة وما فيهاش اي حاجة خالص، وزي ما انت شايفاها كده حلوة جدا، عايزة تتاكل اكل. بصي واللحمة المفرومة من جوه حلوة جدا. يلا بقى لو انتوا جنبي والله هبعتها لكم لحد عندكم. الف هنا وشفا للي هياكل. اتمنى يكون النهاردة الفيديو عجبك حبيبة قلبي اللي طلبته مني. اديني عملتلك الفيديو اهو. تنسيش بقى تحطي لي لايك، ولو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.